عبد المجيد التركي توا كنت ندربل عندنا توك 4 ساعات وفصلنا على المجموعة اللي قبلنا وتوا مجموعة فصلوا علي وكنا ندربل 4 ساعات ليا في التوكا والحمد لله وحنا استماتة كاملة ضد العدو وقوتنا متواجدة وبإذن الله تعالى اللي هو الهدف تاعنا احنا تاع الهجوم الغاشم على العاصمة. بالنسبة للدعم التموين والله ما شاء الله الحق خير واجد والحمد لله دعم ماذاي التموين بصفة عامة تمويننا يوصل لعندنا يوصل لعندنا لعند الجبهة للتبة والأمور طيبة والحمد لله العصائر يوصل المية توصل وكل شيء متوفر الحمد لله الحق. والله العدو نرصدوا له في تحركاته عنده حركات بالاليات كي معتاده عنده 23 قدامنا يتحرك وعنده دبابه وعنده 12 ونص هذين راصدينهم ويتعامل مره يضرب بهن وحتى احنا نردوا عليه واكثر شيء التعامل متاعه هو بيكون في الليل اكثر شيء التعامل متاعه في الليل عنده تعامل في الليل والله لها ممكن نهارين ولا ثلاثة قاموا الطيران تاعهم قام باستهدافنا في المحور وقاموا هم بالتقدم احنا في هذه اللحظة بعد جي الطيران استنفار تام الشباب الاستعداد لأي هجوم مش قمنا هدينا عليهم ردينا عليهم رد ضربناهم من ضربة قاسية حرقنا لهم زوز اليات وتم الأسر 3 مرتزقة وبعدها من شتى ردينا الميكاناتنا قدمنا لعند درابيلهم خديناهم منهم قعدنا لعند المغرب وبعدها ترجعنا لدرابيلنا الرئيسيات والله هو حفتر داي حاجة وحدة دارها في المنطقة الغربية حاجة باهية دارها وحدنا المنطقة الغربية بالكامل وحدها ضده هو حفتر هذاي والله هو ناسف هذاي حتى ممكن الله سبحانه وتعالى يحاسبك عليه النطق تنطق اسمه لأن هذا راجل دموي ودمر الليبيين
وجي للعاصمة دروحها بالسلم، شي دار في العاصمة دمر الحيشان وقتل الناس الأبرياء، يضرب فيهم بالجراد بالهاون بالمدفعية، وداي ما دارش حاجة تصلح حفتر. هو بصفة عامة في ليبيا حفتر زاد دمر المجتمع الليبي بصفة عامة، وهذايا والأمور بإذن الله هذايا من أحسن لأحسن. هذايا قد ما جاب الطيران ضرب الطيران في الليل ضرب في النهار، احنا بإذن الله صامدون، لأن احنا عندنا قضية نحاربوا عليها، قضية وطن، لكن الطرف الثاني قضيته الطرف الثاني هذايا يعبد في شخص. احنا العبودية خط الله ما نركع الحد الا لخط الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا، ما الاشخاص هذين ما عندناش عبودية لهم بكل، احنا ما فيش فرق من فلان من علان، مهم راجل وطني يحكم البلاد ويمشيها لبر الامان. لكن هذي ونزيد ننبه على نقطة ثانية، المنطقة الشرقية هذين اللي حرضوا في ظناهم يقولوا لهم عدوا حرروا المنطقة الغربية من الدواعش ولا من المرتزقة ولا من تحريض، المنطقة الغربية حررت نفسها بروحها من الدواعش، من سرة اللي أكبر وكر في تنظيم الدولة في ليبيا صار في سرة، وقمنا بهزيمته في خلال 7 شهور. وهذه المنطقة الغربية بإذن الله قاعدينها تريسها في الميدان، وبإذن الله تعالى اللي بيجي للسلم يلقى السلم، وكل اللي جاي هذي رافع سلاحه بيلقى أقوى من السلاح بإذن الله تعالى. وإحنا معانا الله سبحانه وتعالى، لا معانا إمارات ولا معانا مصر ولا معانا السعودية، إحنا معانا الله وإيماننا قوي بالله سبحانه وتعالى، هذي قبل كل شيء. ومهما يجيب من يضرب من طائرات ما يضربش، احنا بإذن الله ما خلقنا إلا فدان لهذا الوطن، بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى حردوه منين ما جاء، بإذن الله تعالى حردوه منين ما جاء، بإذن الله تعالى بدمنا أحياء لن نسلم شبرا من المنطقة الغربية، المنطقة الغربية بالكامل مش طرابلس بس، المنطقة الغربية بالكامل بإذن الله. إحنا موجودين في الميدان ولا نفكروا في رجوع ولا نفكروا في أي حاجة تانية، وكل الناس بقى عزوز الرجمة هذا منتهي لا محال بإذن الله تعالى، نهايته قريبة وبإذن الله. هذايا نطلب من هنا في المنطقة الغربية كاملة وبالخص مصراتة بالدعاء يدعونا، وبإذن الله إحنا صامدون لآخر قطرة بإذن الله تعالى. وهذايا وننبه على حاجة ثانية، الخذلان هذين اللي فيه هذا تو يقول لك النصر أمتى خيرها طولت الحرب خيرها ما طولتش، هذا تسخير من الله سبحانه وتعالى، النصر تسخير من الله سبحانه وتعالى، فيه يوم بيسخر لنا ربي فيه وحنحررها بإذن الله تعالى. هذا اللي تو تلقاه مقعمز ويقول لك خيركم طولتوا خيركم ما طولتوش خيركم، النصر عند الله سبحانه وتعالى، لا عندني ولا عندك انت ولا عند فلان ولا عند علان، النصر عند الله سبحانه وتعالى، هو اللي يعلم امتى حسم المعركه، وباذن الله المعركه باذن الله منتهيه لا محال. تمن هم قياداتها معروفين، هذا اولهم عادل ادعاب هذا نعرفه شخصيا، من هو عادل ادعاب؟ كاين هذا خان الوطن أول حاجة، شروه بالفلوس حفتر شراه بالفلوس، هذا ما هو وطني. والثاني الكاني محسن الكاني، هذا من هو محسن الكاني؟ هذا يديه غرقات بالدماء هو. والله الرسالة نوجهها لأهل ترهونة خاصة، هذا يحقنوا الدماء، وإحنا رانا ليبيين وإحنا منطقة وحدة ونسابة وحدة ونخدموا، هذا راهو ما فيش فرق بين ترهوني بين مصراتي ولا بين طرابلسي ولا بين زنتاني ولا بين مزاوية، احنا هذا هدفنا هدف ليبيا، واللي بيخدم ليبيا هذا هو صاحبنا. لكن هذا ترهونة ومصراتة
هذا ماشي وجاي بيناتهم ويمشوا بين طرابلس ونسابة وخدمة، نوجههم رسالة شيابينهم وحكماهم يشدوا ضناهم، وإن شاء الله ربي يهدي الليبيين بالكامل، وربي إن شاء الله يحقن الدماء ونترحم على الشهداء، وإن شاء الله ربك يشفي الجرحى، وبإذن الله تعالى منصورين. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.